مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة تضامنية اجتماعية وطنية، شعار ديالها هو لنتحد ضد الحاجة. هذه المؤسسة الهدف ديالها هو التخفيف من المعاناة ديال الطبقة الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والضحايا ديال الكوارث الطبيعية بحال الزلزال والفيضانات، وكتدعم تمدرس الأطفال ومحو الأمية، وكتوفر الدواء للمحتاجين، وكتستقبل المغاربة المقيمين في الخارج كيف ما هو الحال في عملية مرحبة، وأيضا كتهتم بحماية البيئة والمحافظة عليها.